Salam alaikum, bonjour, bonsoir, Azulfillawan. Donc, de retour, comme l'adam, le واحد كيشوف حاجه لازم يانترفيني. OK, ما يخليش l'information à des juz, au moins pour l'histoire. OK, donc au moins واحد يخلي كيما البصمه تاعو في الانترنت هذه باللي هضر على هذه الحاجه. ميم سي اليوم الى سمعوا لي 10 20 واتفقوا معايا صافي دير هادو كي يوليو يهضروا للناس واحد اخرين هكذا تكمل. دونك انا نقول ان شاء الله الزمان هذا يعطينا الحق باسكو ليس اللي نشوفوه زعما عنده صدى كبير هذا في الانفورماتيك وفي الانترنت وفي الفيسبوك وتويتر ويوتيوب هذا يعني انه عنده الحق. اوكي دونك دي فوا نشوفوا باللي الناس تتبع برك يشوف واحد عنده 500000 فيو يروحوا معاه هما في بالهم باللي دائما هذاك عنده الحق. انا شفت اخونا مزيان عبان في لاشين هذيك بربر ثقفايليث اهضر بالقبيليه مي تبعته شويه لازم الواحد يخمم. قالوا لي كيفاه تهضر بالعربيه وراك تهضر للقبايل وراك تهضر للماك. دونك راني نهضر اون جينيرال ومن بعد الى البروبليم هذاك لازم نهضر بالقبايليه ولا بالفرنسي نهضر بالقبايليه لان اليوم لا اما راناش نوعيو فقط في اصحاب القبائل رانا نوعيو في الشعب كله. ومن بعد الشعب هذاك اللي ما يفهمش القبايليه يكون معايا متفق ومن بعد هذاك القبايلي نتفاهم معاه بلغه اخرى. هايلك هما يقولوا رانا في ديمقراطيه ولكن هما فقط اللي عندهم الحق هما فقط. الواحد كيجي يقدم لهم مشروع جديد يقولوا له لا نتايا راك تخدم اجنده معينه. مزيان انت كي هضرت في لابلاس دو ريبوبليك ضد رشاد اليوم بزاف الناس راح تتبع فيك بزاف الناس قنعتهم باللي راك ضد لان رشاد هي امبرياليه جديده. دونك انت كي نضت هكذاك في لابلاس دو ريبوبليك بزاف الغاشي يقول اه وهذا تصدى للمشروع هذا تاع الامه تصدى للمشروع هذا تاع تقسيم الجزائر تاع الارهاب وكمل. دونك انا لو كان جيت ما نحوش وما نعرفش دي زيستوار على المشاريع هذه اللي تدخل على الجزائر بلاك نامنك ونروح معاك جوسكو بو. انت قلت مثلا اليوم انت راك ديمقراطي تامن بالجمهوريه انت تقول انا جو سوي ريبوبليكان تامن باللي كاين اناس في القبائل وكاين اناس في مناطق اخرى كل واحد عنده ايديولوجيا هكذا بصح لا يختلف عن حب الوطن كل واحد يحب الوطن بطريقته المخصصه. بصح انت كي تقول مثلا واحد تاع جلفه جامي نوض وما يخممش كيما القبائل هذا سي غراف. اوكي انت الان راك تخمم كيما هذوك الناس اللي شدوا لا كابيليون نوطاج ومن بعد تهضر معاهم يقولوا لك واش يقولوا لك يقولوا لك حنايا فهمنا المشروع هذا احسن من كاع القبائل صافي هما ليليت النخبه القبائليه كي تشوف اللور تقول لك هذو الناس ما يسواوش ما يفهموش في السياسه على هذا ما نقدروش نديو الاستشارة تاعهم هكذا تخمون نتوما. الواحد اللي يهضر بيان الفرنسي ويطلع هكذا في المنصات الناس تتبعو ومن بعد تقولوا لا لا راك غلط هنايا في واحد الحوايج يقول لا لا ما رانيش غلط علاه لان كاع الناس اللي موراه نقولوا لا كابيليتو دا لا ريجويتو يقول لك مثلا ما فهموش المشروع هذا انا هذا انايا
راني نصدميتو باسكو فهمت المشروع هذا احسن منهم. اليوم انت درت انترفيو لقاء في هذيك تاع قبايلي لاشين هذيك تاع الماك. انا نشوفها تاع الماك لانها فرحه تمهني دائما دينا في لاشين هذيك. ولي لي ميليتون كاع تاع الماك يجوزو عندهم ان ديسكور سبيسيال صافي. انايا نفهم باللي هما تاع الماك دونك جوسكا بروف دي كونطرا. ومن بعد واش تقول؟ تقولوا انايا من القبائل وفهمنا المشروع هذا رانا نجريوتو. ومن بعد تقولوا تيكروا واحد من جلفة ينوض لك على هذه صافي. واحد تاع جلفة ما يعرفش الديمقراطيه، واحد تاع جلفة ما يعرفش حقوق الانسان. هاي لك المشكله. انتوما يا كان قبيلي بالدم بصح ما لازمش نعطيو النظره باللي حنايا نسوم سوبيريور على كاع الناس. هكذا انتوما تقولوا اوكي. نالت منطقه القبائل لانها فهمت المشروع، فهمت المشكله احسن من المناطق الاخرى. اخطونا باش انت اليوم تقنع المواطن الجزائري ما لازمش تستعمل عبارات الاستفزاز. ما تقدرش. هو ممسي ما يحبش السيستم، هو النظام هذا ممسي يكرهه، وزيد ممسي يكون مسلم معتدل، ممسي ما يعطيش لامبورتونس للعربيه. لو فات كو تروح تستفزه باللي تقول له انت بدوي ما تعرفش. انا دي فوا نوتيليزي نضرب في الناس علاه باش نوضهم اوكي. بصح انت راك تستعمل هذا كمنهاج باللي حنايا نسوم سوبيريور عليكم وحنايا نعرفوا الدومين هذا احسن صافي. دير حنايا اللي نصدموا، لان ميم في لاكابيلي تلقى كميشه صغيره راهي تجري، الاخرين كاع اللي ما ناضوش اللي ما كسروش تقولوا لهم فوزاد دي كابيل دو سيرفيس علاه ما راكوش تبعوا فينا. اي كي بروف انت راك على حق، كي بروف. دونك الاستفزاز هذا تاع الناس راكم تبوسيو الناس يروحوا مع هذاك اللي نمي تاعك الا ما تعرفش اوكي. يقولوا له لسان الحلو يرضع اللبوه، علاه؟ باسكو تروح اللبوه هذيك بسياس، ماشي انت تستفز الانسان ومن بعد تقول علاه ما سوتنينيش، علاه ما رحتش معايا ضد الحكومه. هذا كيخاف لو كان انت غدوه تحكم الحكم تقطعه. دونك يروح هو هذاك المسلم المعتدل يروح مع النظام لانه ما راه يحوس على الحمايه. فهمتوا المشكله الان؟ التعصب هذا، التعصب هذا تاع منطقه او يفورسي الناس الاخرين يروحوا يتبعوا النظام للحمايه، ماشي باسكو يحبوا ولا باسكو هو عربي بالدم. على هذا يعطيك هذا مثلا يقولك العربيه والقران ايتو، لان انا عندي لا ريبونس لهذوك الناس اللي يشدوا في العربيه يشدوا في الاسلام اوكي. الخوف هذا تاعهم اللي ما عندوش المعنى. بصح انتوما اليوم الاستفزاز هذا واش يدير؟ يخلق تعصب. دونك انتايا مثلا قلت انايا راك في فرنسا وتقرا في الفرنسي اوكي، ومن بعد قلت انايا كنت ايتوديون ونجري علاه ما درتش مثلا اوليو دير جورناليزم تكتب بالفرنسي علاه ما درتش امازيغيه؟ يحكين من الجامعة تاع الأمازيغية. إلا أنت تحب الأمازيغية بالدم وبغيت تخليها للأجيال القادمة قراها أنت يا وعلم لها للناس، ودخل في الأحزاب السياسية ودخل في الأسوسياسيون باش هذيك لا كولتور تبقى. ما تشوفش فقط الحكومة واش تدير لك. دونك لو كان كاع هذوك الأسوسياسيون اللي يشدوا الهوية كفوند كوميرس يديروا بها البزنسة، لو كان كل واحد او يقري الامازيغية ما يشوفش واش يقريو في المدرسة. وليدك كي يخرج من المدرسة يروح للمدرسة هذيك تاع الامازيغية
بغيت تستفز الحكومه، هاي اللي كيفاه دير لها. انا نقولوا رانا في حكم استبدادي، ما بغاش يصرف مصاريف من الدوله باش يقري الامازيغيه مثلا، رانا في الثمانينات ولا السبعينات، واش ندير انايا؟ واش ندير لي ميكانيزم دو لا سوسيتي نستعملهم انديريكتومون ضد الدوله؟ وليدي خرج مثلا من مدرسه يروح لكور دي سوار امازيغيه، اوكي، كيما اختي دارت وقيله 7 تاع لي نيفو ولا 5 تاع لي نيفو تاع الامازيغيه، بغات تقراها راهي تقراها، اوكي. دونك الواحد اللي يحب حاجه يروح يصدم يديرها. دونك انت رحت قريت جورناليزم وخرجت لفرنسا وراك تهضر في فرنسا بالميكرو اون فرونسي، ومن بعد الجورناليست هذاك قالك رانا في فرنسا لازم نحترموا المكان هذا ونهضروا باللغه الفرنسيه. اي نورمالمون كي تكون في اي بلاصه تحترم اللغه وتهضر باللغه هذيك. انت كنت مثلا قلت رحت لي بلاطو هذوك تاع العربيه وكنت تهضر بالعربيه، عندك انت درت غلطه كي راك تهضر بالعربيه، صافي دير راك مسيت القبائليه، سي اون اتينت على لونغ بربير عندك نتايا. دونك دابري واش فهمت نتايا، شغل كي هضرت درت كاع لي انترفونسيون بكري في لي جورنال في لي جورنو ولا في لي بلاطو كنت تصدميتو، واش درت؟ درت دي انترفونسيون اون عرب pour toi c'est une atteinte à la berbérité. Non, ممكن tu vas véhiculer le message تاعك avec n'importe quelle langue. OK, لانك ما عندكش غرض سلبي. الواحد اللي ما يفهمش الاسبانيول تهضر معاه بالاسبانيول يفهم اللغه تاعك يفهم لا كولتور تاعك. واحد الماني هكذاك ما لازمش يكون عندنا العقده، راكم تهضروا كاع لي لونغ في لترونجي، راكم تفهموا للناس اوكي باك بالفرنسي باللي حنا نو سوم دي بربير نديرو هكذا لا كولتور نو سوم ديفيرون ايتو، بصح ما تقدرش تقول له هذاك الالجيريان اللي ما يفهمش القبائليه تقول له بالعربيه فهم له لا كولتور تاعك. هاي لك واش انتوما ما فهمتوش، تروحوا كاع للعالم تهضروا باللي لونغ تفهموا باللي لو بربير سي ديفيرون لا كولتور لاني الكالندري تفهم له هكذا كاع يفهم، على ما تفهملوش بالقبيليه لهذاك الامريكي تقول له راح جيب الترادكتور، مي فهم له بلونجلي يفهم يتعلم اللغه تاعك ولا يتعلم لا كولتور تاعك هذا شغله. بصح كي توصل للالجيري الناس اللي ما تفهمش اخويا نوتيليزي هكذا اللانجويج، مثلا نخربط شويه قبيليه شويه عربيه شويه فرنسي شويه حتى ونفهم الالجيريان، اوكي، ما يكونش عندك عقده هكذا. انتايا رحت لفرنسا تقرا لي زيتود تاعك اون فرونسي، دير لي انترفونسيون اون فرونسي، حليت ان ويب سايت اون فرونسي، وبغيت انتايا تو فيكولي لا لونغ بربير، راك تناقض نفسك. تحلي مثلا اون باج يتعلموا القبائليه، تجري على القبائليه، تقرا القبائليه، ها ايه. دونك قلت لك اللي بغى مثلا يلونسي في الدومين هذا يقراه ومن بعد هو يدير اشياء بها. دونك الغلطه الكبيره اللي درت راك تشوف باللي رشاد ستون موناس الجزائري، ياك هكذا رشاد ستون موناس الجزائري. علاه؟ لان جابت عندها درابو عالمي، عندها بروجي عالمي، سي با اون كيستيون الجيريان. شكون اللي يستفيد؟ واحد اخر اللي يستفيد الى صرات بلبله في الجزائري اليوم، وناس كثيره راهي تستفيد. وانت تقول اليوم حركه الازواد اوكي هي حركه راقيه ولائكيه وهذا. دونك وشنو الخلاف بين انت ورشاد وهذاك الانفصالي تاع الماك؟ ما كان اي اختلاف،
تقولي كيفاه، نقول لك راك تشتني حركه الازواد، حركه الازواد وعندها جذور داخل الجزائر ياك هكذا. الازواد هذو ما راهمش مستقرين في مالي ولا النيجر، او عندهم جذور داخل الجزائر، تورق الجزائر. دونك نتايا نتايا تقول مشروع ل ام ال ان ا، اوكي، حركه الوطنيه لتحرير الازواد، انت عندك هذا ستا موديل. على بالك شكون حاكمه هذا؟ على بالك باللي المخابرات الفرنسيه هذاك الانسان او دائما في فرنسا، في فرنس 24 لو فونداتور تاع الموفمون هذا. على بالك وشنو الازواد؟ الازواد هي الماك، هي هذوك تاع الشاويه، هي هذوك تاع المزاب اللي راهم يديروا اجتماعات في فرنسا، ما عندهمش اي اختلاف. دونك انت بديت قلت خرجت اون 2009، انت خرجت اون 2009 من اليونيفرسيتي، اون 2011 بديت تجري في السياسه هكذا. لو موفمون دو لوتونومي دو لا كابيلي، اوكي، كيبدا فرحة مهني والناس اللي راهي تجري عندها ان بروجي، راهم يجريو بالضرابو هذاك تاع الامازيغيه ويلي ايباربيي ان بو بارتو هكذا. هذا قبل 2011. دونك واش كانوا يديروا؟ عندهم هذاك الضرابو الامازيغي ام يجريو كاع في العالم. دونك انا قلت لهم هذا بكري في 2012 انا قلت لهم باللي راكم تحرثوا في الماء بالبروجي هذا الفرحة مهني للناس اللي كانوا يتبعوه. علاه؟ لان ما تقدرش يكون عندك ان درابو وعندك كاع لي تير ايباربي ان بو بارتو، المزاب هنا، شويه هنا، الازواد هنا، ايتو. هذا قبل ما يكري الدرابو تاعو درت ان فيديو قلت له باش تكون اوكي، باش يكون المقاومه هكذا الناس اللي تقاوميتو لازم يكون لا تير هذيك اونسومبل، لازم يكون درابو هذاك اوليو تروح كبير لازم تروح صغير باش يريسي الموفمون تاعك قبل لا كرياسيون تاع الدرابو كابيل، اوكي. دونك انت اليوم تسوتني حركه الازواد لان علاه؟ لان البروجي هذاك تاع تمزغه، اوكي، ما مشاش في 2011. دونك واش دير؟ لازم تفرقع البلدان، تفرقعهم، لا كابيلي وحدها، المزاب وحده، الشاويه وحده، الازواد وحده، طف طف طف، اوكي، فرقع. ومن بعد واش يديروا؟ عنده درابو وحده، ومن بعد يتبع هذاك الامازيغيه، هذا فور ذا فيوتشر، يعني للقدام، فرقع البلدان. دونك وشنو الاختلاف بين هذا والبروجي تاع مؤتمر الامه؟ مؤتمر الامه عنده درابو ويجري الاخوان في كل عالم، يبعث لهم فيروس، يفرقع السياسة في البلاد هذه، ومن بعد يشدو هما، ومن بعد هما كيشدو، ما يكونوش بريزيدون لهذاك البلاد، يعطيو الولاء لواحد، كل واحد يعطي الولاء لواحد. دونك هكذا بغيتو ديرو نتوما. انت قلت شويه ان ديموكرات ريبوبليكا منا بصح راك تشدني حركة انفصالية. لو بروبليم حركة انفصالية ماشي الماك، اوكي، حركه انفصاليه اين ما كانت. هكذا اللي ما فهمتوش نتوما. هذاك الانسان قال لي انت تنوض بالماك، ترقد بالماك، فرحة مهني ما عنده اي اساس اليوم البروجي هذا، اوكي، البروجي هذا كي تفرقع كاع للموند، حتى واحد ما يربح. تقول لي ما ربحت والو اليوم.
انت ما راكش تشوف كيفاه صارت في البلدان اخرى باش تقارن الالجيري. اوكي، علاه مثلا كي خرجت فرنسا عطات فقط ان دوكيومون دو غول كي سنيا هذيك لو ديرني دوكيومون كي سنيا حتى تما الالجيري وعندنا لا كارت جيوغرافيك صلات نبي. دونك لو كان فريمون الازواد هذا قلت بلي لا فرنسا ديسيدات تعطي له الازواد تاعو، علاه ما درتش لا ميم دوموند؟ ايليك نتايا ازواد، ايليك لا لاتر تاعك هذا التريتوار تاعك. ومن بعد القبائل قالوا احنا عندنا دينا لانديبوندونس 1949. اي كي ديت لانديبوندونس 1949 نورمالمون هذا تقعد في سروالك. علاه نلقاو كاع القبائل راحوا يحاربوا في كل الجزائر الا انت ديت لانديبوندونس 1949؟ يسني لك دو غول، يعطيك التيريتوار تاعك، يعطيك لا دوموند تاعك، يعطيك كلش، راك بي انديبوندون. لا رينيون اللي صرات 1950 في سان فرانسيسكو انت تكون مومبر، لان كاع البلدان اللي كانت مستقله عندها ريبريزونطون تما. لو كان فريمون، لان الناس اللي راهم يتبعوك لا ماجوريتي مساكن يتبعوك بعاطفه، طرابو الامازيغي وهادو بغاو يحميونا مع طب الناس ايتو، دوك تشدو بزاف الغاشي. الا ما شديتوش بمعطوب تشدو بفرحه مهني، الا ماشي بفرحه مهني تشدوه باللغه، الا ماشي باللغه بالدرابو. الان زدتو الباسبور جبتو لا راه تجبو جبد الناس. المهم البروجي هذا يمشي. انا كيما نقول لك اي دونت كير بالبروجي، انا ما على باليش بالبروجي، انا راني نفهم لكم ونفهم للناس اللي يتبعكم، لانهما راه مصادمين معاكم. تقول له نتايا انا ليليت تراك تهضر في فرنسا يتبع فيك، ومن بعد تفهم له يقول لك لا نتايا كادياس، من بعد يشبك، من بعد يدير هكذا، لان ما عندوش كيفاه يقاومك، ما عندوش. اليوم نتايا مثلا راك ضد نايتو سليمان اللي راح مع رشاد، هو عنده المنهج تاعو، بغى هذا تاع رشاد. انا فهمت مؤتمر الامه تبع لا تركي تبع ليجيبت، كل واحد عنده المشكل تاعو. زتونا حركه الازواد، حركه الازواد اليوم راهي تفرقعت سبعه تاع لي بارتي اللي خرجوا. اوكي، بتعرف لاليونس بور لا ديموكراسي هذا رالي فورمالي، رالي فورمالي اوكي، راسومبلومون بور لو مالي، لونيون بور لا ريبوبليك اي لا ديموكراسي لو ار دي، كاين سي ان اي دي. سي ان اي دي هذا ما على باليش، لو كوميتي ناسيونال دانديبوندونس اي دو ديموكراسي. قلت لوردي لونيون ريبوبليكان ديموكرات، اف دي نون سي با اف دي، اف دي دونك لاليونس بور لا ديموكراسي. كاين هذا ثاني ار اف ام، ار بي ام، وقلت كاين سي ان اي دي دونك لو كوميتي ناسيونال بور لانديبوندونس اي لا ديموكراسي. دونك انتوما راكم تتبعوا فرنسا اللي خلقت كميشه صغيره، ومن بعد كميشه صغيره هذه، كميشه صغيره هذه التيريتوار قد سخط. التيريتوار هذاك واش كان فيه؟ التيريتوار هذاك تحت الارض كان كاع المعادن اللي تسحقهم لا روسي، لا الشين، لا امريك، لا فرنسا، هذو كاع يسحقوا واش كاين تحت الارض قد سخط. ومن بعد واش صرا داخل هذاك تلمون تيريتوار كبير، تيريتوار كبير. دونك كل واحد يقول لك انا نشد لا ريجيون تاعي، قبيله وحده تدير مثلا دير كوميتي دير بارتي تقول لك انا التيريتوار هذا نديه. دونك العقليه لا زواد تاع مالي، اوكي شوف شحال اللي خرجوا فيه لي بارتي، لا زواد تاع نيجر ولا زواد تاع الجيري اللي توارق. اوكي دونك اليوم لو بروبليم ماشي فقط هكذا، كي خرج هذا امل ان ا اوكي
le mouvement national de liberté de l'Azawad, الحركه الوطنيه لتحرير الازاواد. كي خرج اول مره خرج لامنا اوكي مؤمن ناسيونال ازاواد اوكي هذاك مع من مشى باش يطيح باش ينحي الحكم من المالي لانه بداو ثم المشاكل والنيجر على بالك دي فوا يروح هكذا دي فوا يروح هكذا والالجيري مازال حاكمه شويه معاهم راحوا مع القاعده راحوا مع القاعده قال لك نطيحوا الغوفرنمون سنترال تاع مالي ومن بعد نشدو هنايا دونك نتايا راك تصدم مثلا المهمه اللي خرج منه هذه حركه الازاواد خرجت من حركه اللي كانت تبع لتيروريست علاه تبعت لتيروريست لان عندهم القوه وعندهم الاتصال في العالم وعندهم لي موايان سلاحي يخباطي دونك هيا اعطينا السلاح هما ممسي لان ممسي يكون عندك ان جروب اثنيك مازال عندك علاقه بالدين ممسي انت تهدر لان في ناس ثانيه ميحطوا لي ميساج عرب بالدم والاسلام قال لي مثلا علاه تهدر بالقبائل على القبائليه والامازيغيه واسمه العربيه هي لغه القران والقران 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 يا عباد الله لازم تديروا الاختلاف كاين مسلمين يعرفوا القران وما راهمش عرب وكاين عرب اللي يهضروا العربيه وما راهمش مسلمين عرب دروز عرب مسلمين عرب يهود عرب مسيحيين عرب اقباط عرب ارثوذكسيين عرب كل واحد وساعدوه بصح هو عربي ويهضر العربيه بصح اني با مسلمون وكان دي مسلمون ما يهضروش كاع العربيه دونك كي شديتو هذا الاسلام بالعربيه ما تخرجوش لان لازم تفكروا واحد الحاجه الديانه واللغه مختلفه اوكي سي فري تمشي اونصومبل مي تقدر تكون مسلم بلا ما تكون عربي كيما الازاواد هادو النص تاعهم مسلمين بصح يهضروا التركيه وبغاو الانديبوندونس تاع التريتوار تاعهم هايلك واش ما فهمتوش يشركهم الدين مع اوناس هو الاسلام بصح هو ما يقول لك انا ماشي عربي وانا مع الانفصال صافي ليس وطني على الجيري والماليتو لان يقول لك انا وطني في لا ليميت تاعو صافي كي يكون عنده بلد انديبوندون يكون وطني ليه فقط على هذا الناس ما فهمتش باللي الامانه والمجاو راحوا مع لي تيرورست راحوا مع لي تيرورست كيف انت يا اليوم اللي راك تحارب رشاد اللي راحوا مع الارهاب مع داعش ومع النصرة ومع قطر ومع لا تركي بصح انت وليت الجيري وراك تشتني حركة الازاواد اللي في اساسها هي حركة خلقتها فرنسا في اكتوبر 2011 اسكو راكم في العقل تاعكم ولا لا كي واحد مثلا انا ويصدم على حاجة بصح على بالو كاع لي زيفانمو هذا اللي كونفينكو كي تعطيه لا كيسيون يقول كان راني هنا على بالي واش راني ندير بصح الواحد ويجري قال كان ما نجيبش انايا ان بروجي اللي قسم البلاد وما نجيبش ان بروجي تيرورست بصح في السود تاع الجيري بغى البروجي تيرورست وتقسيم البلاد اسكو راكم في عقلكم ولا لا حركة المزاب روح هما يهضروا المزابية بصح مسلمين دونك تتخالف العقيدة وتتخالف الطائفة بصح مسلمين ويعرفوا العربية بصح هما يقول لك انا ماشي عربي بصح انا مسلم
بصح يشدك بعد تاع الاسلام وينحي لك، بغى يدير التريتوار تاعو يكون بلد وحده ياك مسلم. دونك انتوما تقولوا لي الاباضيه عندها اتجاه، بالك تجيب لك عمان لان عمان الاباضيه، تروحوا للشاويه ياك يهضروا للشاويه بغاو يولي بلاد وحدهم، الحركه التحرريه تاع الشاويه هذيك ثاني، بصح مسلمين. دونك ما تلعبوهاش على الدين. هما يقول لك انا ما بغيتش انا حركه يزرعوا الاسلاميتو، ياك الموزاب مسلمين، ياك الشاويه مسلمين، النص تاع القبائل ياك مسلمين، عندك الزاويه بارتو. اسكو على بالكم واش راكم ديروا ولا ما على بالكمش؟ راكم تخلطوا. يقول لك انا ديموكرات جاكسبت لوتر، بصح لا ما تجيبنيش هذا، يخلي القبائلي هذاك مثلا ينوض واحد يقول انا ياك لا ديموكراسي اللي بغيت. اوكي علاه تقول لي ندير هكذا ولا ما نديرش هكذا؟ بغيت انا الديمقراطيه انا نديرو كاع ديمقراطيه، بصح نتايا تنحي الناس هذو اللي امبوزاو ان بروجي تاع العربيه، بصح بغيت تامبوزي ان بروجي تاعك وماشي ميم با تاعك. كي تكون انت المخابرات والفرنسيه والاسرائيليه اللي راهي تجري على هذه الاشياء، اي صافي دير رانا في مازق هنايا. إيه. راكم تسوتنيو، راكم مخلطين كاع، بغيتو تسوتنيو الريف مثلا في المغرب باش ينفصل، لا المغرب لازم يسوتني الماك، بصح ما تهدرش على الريف لان كاين دي مساكر والمشاكل دو. لا ما تهدرش على الريف. اوكي دونك قولوا لنا واش راكم ديروا، ومن بعد يجي واحد يقول لي يقول لك علاه تهضر على القبائل حتى واحد ما فوضك، علاه راني نهضر باسم القبائل. قلت له شوفوا الناس اللي يوتيليزيو هاد لا ميثود هادي في لا بسيكولوجي، تقول له مثلا تقول له تروح هكذا عنده ولا يجي عندك باش يدير لك رومارك، ثم يرجع لك افيك نوت رومارك. اوكي ما يقولش مثلا سي فري راني مخرب نسقم روحيتو، ومن بعد انت تخليها بور لا بروشين فوا الا بغيت انت ترجع له ان رومارك هكذا، ما تعطيهالوش ثم لان هذا يقولوا له لا فابلاس، ما عندكش لي زارغومون واش دير يقول لك مثلا واحد او عندك هذه تقول له ميرسي تصفط هكذا ولا على بالك واش يقول لك. ثم ترجع له هذا قلت له علاه فرحه مهني او يجري في العالم يهضر باسم القبائل، واش رجعني في الكومونتير انا نقول له انت غبي بورتون دي فوا ما نحبش نوتيليزي هذا لي مو، هذا نقول له انت غبي لان رجعت لي بلا كيسيون اللي قلت لك، وعلاش انايا مثلا انايا راني نكريتيكي فرحة مهني، او يهدر باسم القبائلية انا زايد قبائلي في القبائل، انت روح شديت كاع القبائل وراك تهدر في العالم. كي ريبونديت لك انايا باسمي كقبائلي، ما رانيش نهدر على جاري ولا على خويا ولا على اي واحد، باسمي انا كقبائلي ما تهدرش باسم القبائل. اوكي الا الجاري مثلا ما باش يهضر هذاك شغله. دونك انتوما ما فهمتوش باللي انايا ماشي انا اللي بديت، البادئ اظلام. فرحان مهني هو اللي يروح في العالم يهضر باسم القبائل، ماشي انا اللي بديت، يروح يجري في العالم باسم القبائل. دونك لازم نحبسو انايا نقول له واش كاين، اهضر باسم الماك. ممكن بغيت تدير مثلا حركه انفصاليه داخل الماك وداخل القبائل، الله لا تولي قاو دود نورمال، هذاك نورمال. بغيت تدير مثلا منطقه في القبائل تحط كاع الماك تما، هذاك شغلك. الا ديسيداو كاع القريه هذه يعطيوك كاع الديور يعطيوك الحقول يعطيوك كلش، دير
بلد وحدك داخل نورمال هذيك اوكي، بصح باش تشد كاع لا كابيلي بلي فرونتيير تاعها وبالبوبل تاعها بالمواشي تاعها وبالوديان تاعها وبالحجر وكلش، ومن بعد تهضر باسم القبائل هذاك، ما فهمتش انتايا، انت ما تفهمش السياسه دابور، انت ما تفهمش السياسه، لان كي نعطيك ان انايا لا رومارك رجع لي قول لي قالك البروبلام درنا هكذا درنا هكذا، ديروا الفوت ديروا الفوت، الا كان 50% زائد واحد قالوا لك حنايا بغينا هذا رئيس، انايا نقبل، لان علاه؟ لان كاع الناس اللي راهي ساكنه في الجزائر فوطات وساكنه في الجزائر، ماشي كاع الناس اللي راهم في المون، هذوك اللي ساكن في لاكابيلي لاكابيلي، هذوك الناس اللي راهم ساكنين في لاكابيلي والقبائل اللي راهم في الجزائر يفوطيو، الى خرج 50% زائد واحد يقبلوا الماك يقبلوا الجي بي كي يقبلوا فرحة مهني، انايا نقبل فرحة مهني، انايا جو سوي زان لو بلو ديموكرات دو موند اللي تلقاو، لان نمشي بالقانون نمشي بلي لوا نمشي بلي نيميرو ما نمشيش بالعاطفة. انتوما شفتوا حاجة هكذا انت راك تفرح يا روح دير الفوت، عندك لي موايا عندك دراهم ما تديش انت لا ريجون اونوتاج، راكم في فرنسا 20 سنة تعلمتوا خرجتوا ديزانجينيور 20 سنة بزاف بزاف، ولا كابيلي راكم زيرو فيها، راكم زيرو فيها، الناس اللي خرجت انجينيور ديتا في فرنسا في القبائل خليتوهم بروميير اني يونيفرسيتي، علاه الديكالاج هذا ولا سميتو ولي غرافيتو، صافي تقعد نتا بروميير اني هو خدم ديجا 2 ans ابريل الباك ابريل لا سوتونونس. شفتوا الفراق بيان سور كان شي ناس راحوا لهم الطموحات تاعهم، وي نقولها لك ديريكت، ومن بعد انا نفرى واش كاين في قلبي، نقول لك بلي انايا راني ضد فرحة مهني من 94 ماشي من 2001 ولا من 2020، انا نعرف كاع خبايطو من 95 حايلك، دونك تقول لي انت كيفاه راك ضد الماك، ما رانيش ضد الماك، الماك هي وسيله، الماك جابت جي بي كا جابت الانديبوندونس اوكي، كاين لوتونومي قبل كاين سميتو قبل كاين التمازغه، كاين واحد الدرابو قال لك حنايا باش نديروا البلبله للحكومه الجزائريه، واش نديروا لها؟ لازم نديروا لها جبهات، لان كي يكون واحد الجبهه بواحد الدرابو ومن بعد فرحة مهني باش يدير البلبله، واش قال؟ اسكو فريمون الناس راهي تتبع لي ميساج تاعو من 2002؟ سي تا راسيست مام عند الامازيغ، هو تا راسيست عند الامازيغ، هو اللي خرج هذه باللي قبيليه اللي سوبيريور على المزابيه والشاويه والمزابيه، قال لك مختلفه صافي دير تمازيغ سي باز اون لونغ، الان اللي كان يجري على تمازيغ دونك خرجت القبيليه من تمازيغ، والقبيليه كانت قبل فرحة مهني القبائلية وتمازيغ وكلش كان قبل فرحة مهني، بس هو استعمل تمازغة أول مرة واستعمل تمازيغ ما مشاش البروجي تاعو، باش يمشي البروجي تاعو لازم تفرق القبائل، لازم أولا تفرق الأمازيغ، لأن اليوم العدو كي يكون عدو واحد أوكي، كي يكون عدو واحد من الجهة هادي والحكومة من الجهة هادي تتصداه تقاومه، دونك واش داروا في تمازغه واش داروا في الانفصال، خرجوا لك 4 جبهات اليوم، الماك المزاب الشاويه والازاواد باف 4، دونك ديجا سور لو كوتي جيوغرافي كل واحد وين محطط، سور لو كوتي كولتورال ابي واللغه سي ديفيرون، يقول لك سي ديفيرون صافي لازم انت تجري وحدك، ميم سي راهم داروا اجتماع في القهاوي في فرنسا
دونك اليوم الحكومه واللي يتبع جبهه واحده لازم تتبع اربعه، شفتو؟ دونك لو بروجي اليوم سي با بزان بروجي قبايل ضد السيستم، نو 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 راكم تكريو. ايا زيدوا الجبهات، اول مره كانت الحكومه والسيستم ضد الاسلامويين، ان اليوم الاسلامويين فرقعوا خرجوا جبهات الاخواني السلفي الوهابي الاباضي وشنو ثاني زيد وزيد اوكي، ومن بعد يدير لك المذاهب، بعد يدير لك الشيعة السنة، بعد هذوك تاع حماداش. علاه علاه سي فولي كي كنا انمي واحد ساهل انت تتبعو، باش كي يكونوا جبهات هكذا بزاف سي ديفيسيل. اي فرقع 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 فرقع، واحد غدوه هو وخوه ويماه يكريو مذهب يديروا نفس الشيء، يديروا الدرابو يديروا بعد يصدموا عائله وحده. هاي لك واش بغيتو نتوما، باسكو هذه اوكي ماشي حنا اللي خلقناها، هذه تاع لي زيتني واللغات الاختلاف الجغرافي والتزاوج ايتو ما تقدرش انت تحبسو. هذوك الناس لي زونغليتو اوكي علاه راني نجيب لكم لي زيكزامبل هادو، كي راحوا لاستراليا ولا الى ساوث افريكا الى جنوب افريقيا، كي راحوا لتما واش داروا؟ قالوا جبنا لكم العلم ولا تكنولوجي ولا لا مودرنيتي تو صافي. واش داروا؟ قالوا لهم الناس هادو اللي يمشيو عريانيتو لازم نعلمو لكم ثقافه جديده ايتو، بصح كل واحد وين ساكن في الاسترالي. دونك واش داروا؟ قالوا واش نديروا، لازم نجمعوهم ومن بعد نعطيو لهم. عندهم تريتوار كبير صافي، عندهم داخل الاسترالي عندهم بزاف لي ميتو والذهب والزر كلش عنده تحت الارض. دونك ما تقدرش انت تروح تنحيلو لواحد اللاند تاعو الارض تاعو هو ساكن فيها، هما واش يمشيو عريان يروح يصطاد هنا يصطاد لهي، ما عندوش الفرونتيير. دونك واش داروا جابوا لهم اول مره، واش جابوا لهم؟ نحاولهم اولادهم كي كانوا صغار، علاه؟ باش يترباو في الانجليز الانجليزيه، باش يتعلموا لونجلي، باش يتعلموا الحضاره، لي تيشيرت والشورت والسرواليتو، علموا لهم هاد الاشياء لاولادهم اوكي. دونك اوكي جابوا اولادهم يحرموا اولادهم، واحد يزيد عنده ينحيولو الطفل هذاك باش يربيوه. دونك واش داروا من بعد؟ جابوا هما لي زابوريجان، جابوا يجيبوا يحطوهم هكذا دون دي باتيمون اوكي، دي باتيمون جابوا تلموهم يجمعوا اناس من الحقول اوكي، يمشيو بارتو هما هذه الحياه تاعهم، ما على بالهمش باللي جابوا دي زيتني مختلفين. كي جابوهم كاع ما من بعد كي ايماجين واحد ديتو ولادو ديتو ما التيريتوار تاعو درت له الشباك ايتو، بعد يقول لك ايا انايا نروح مع هاد الحكومه الاستراليه هما الانجليز. راحوا معاهم حطوهم في هكذا خيام ودي شوط دي بيلدينغ هادو، بصح عنده الصوار ما تقدرش تخرج وتروح كيما كنت نتايا مداري اوكي. من بعد واش داروا لهم؟ خلقوا لهم الكوميرس المقايضه باش يخدم، باش من بعد واش داروا؟ اللي يخدم مع مثلا في المنزل يعطيو له الروز، يعطيو له الماكله ايتو، ومن بعد هذاك الانسان الاخر اللي كانوا يعطيو له شويه كان ياكل يشرب ايتو، بصح كانوا يعطيو له كونتيتي صغيره داخل هذاك الكون هذاك. الواحد اللي يروح يخدم مثلا مع العائلات الانجليزيه يعطيو له قيمه كبر وكثير من هذاك اللي راه في الشوم. ومن بعد خلقوا مشاكل بيناتهم،
خلقوا مشاكل بيناتهم. قالوا كيف انا يا اعطيت لي شويه تاع الروز وهذا اعطيت له بزاف وهذا اعطيت له هذا، وبعد كان يعطوا دراهم، يعطوا دراهم، وبعد واش خلقوا؟ كي الناس مثلا اليوم على بالها باللي بكري كانوا يروحوا عريان بلا حوايج، واش يلقى في طريق ياكلوا؟ مثلا يشوف واحد على باله باللي كيشوف واحد من اثنين واحد اخرى ولا من القبيله واحد اخرى عندهم لا بينتور مختلفه، عندهم هذوك تاع الفيل مختلفه ولا تاع الخنزير مختلفه، عندهم لا كولتور تاعهم، على باله باللي هذاك ماشي خوه، هو يروح هكذا هذا يروح هكذا. اليوم الانجليز جمعوهم في باطة واحدة، ومن بعد كي يعطوا لهم الماكلة يعطوا لهم دراهم يتو يخبيوها داخل المنزل تاعهم داخل الخيمة تاعهم، بدات تصرى قتيلة داخل لي كون هذا تاعهم اوكي داخل. ومن بعد هما ما فهموش قالوا كيفاه الناس كاع سميتو شوتو دي كانيبال عندهم جمعوهم كاع علموهم دراهم وثقافته، بصح ولاو يتخاصموا يتاكلوا يتو، هما مختلفين جمعوهم انصومبل، جمعوهم انصومبل. دونك اليوم واش صرا؟ الثقافه تاعهم مازال راهي هذه تصادمات، ميم سي راهم عايشين في قريه واحده باسكو ديفلوباو بداو كاين اللي ولاو الغابه ولاو الغابه، بصح لا ماجوريتي بداو يعيشوا في ديزابارتمون ايتو، بصح دائما ثقافه تاعهم مختلف. والانجليز مثلا الاوائل ايتو كان نورمالمون درنا الخير فيهم علمناهم يقراو ايتو، بصح متخاصموا داخل الخيام هادو ما فهموش باللي كاين اختلاف، كاين اختلاف. كي بداو مثلا هذه لان فرنسا تعلمت على الانجليز، الانجليز ثاني علمت امريكا، كل واحد تعلم من واحد اخر، راحوا مثلا باش يخلقوا هاد المشاكل هاد، على بالهم باللي مشاكل هادو كاينين. دونك كي قطعوا مثلا يروحوا يقطعوا الاردن يديروا مثلا ولا يديروا مثلا الجزائري يقطعوها ولاي بلد، الا انت على بالك باللي هاد لابارسال هذا كاين فيها ازواد وكاين فيها لي زانديا وكاين فيها لي كورد وكاين، علاه تجمعهم وتخليهم مثلا يتخاصموا دائما هكذا؟ ولا مثلا تقول لهم انتم كاع كرد بصح تقسم هذاك كما داروا في ايران ولا تركي والعراق وسوريا، قسموا البلدان بصح قطعوا هذوك الكرد في اربعه. دونك لي كرد هذوك افورس لانهم عايشين مع لي كرد، هما لي كرد بصح واحد عايش مع الشيعة واحد عايش مع السنة، هو كردي الاخر كردي بصح العقيده تاعو مختلفه، دائما يتخاصموا. اليوم كاين اناس اللي تبغى يجمعوهم في بلد واحد، كي بداو يجمعوهم في بلد واحد تخاصموا، خلقوا لي الاحزاب لان الايديولوجي تاعهم مختلفه. صافي ديك لازم نتعلموا مامسي هذه يقول لك الازواد القبائل الشاويتو، القبائل كان مسلمين كان الكريتيان كان الملحدين كان كلش، وانت راك تدي ينطر فيزيون في البروسيس تاعك. هذوك الناس اليوم اللي كرياو الازواد هما اللي خلقوا المشكل اول مره، هما بداو يقسموا كاع بالسلاطن كي داروا لا كونفرنس تاع برلين 1800 بين 1884 الى 1889 اوكي، كانوا يقطعوا العالم مثل كيما لا بيتزا كيما لا طارت، واحد غاضوا الحال قالوا كيف انت ما عطيتنيش، من بعد يقطع له واحد البي واحد اخر، شفتوا كيف صرات معانا. اليوم نتايا راك قاعد معاهم وراك تقول له في التلفازه فرحه مهني يسال فرنسا يقول له لا كرياسيون دو لارجيري دارتها فرنسا لازم انتم تعطونا حقنا لان حطيتونا، علاه ما عطاولكش لانديبوندونس اون 49 اوفيسيال بالاوراق كيما دارو مع الجيري. الجيري اليوم عندها ان دوكيمون اوفيسيال، الجيري عندها ان دوكيمون وانا عندي لا كوبي هذيك نحطو، بصح سمو الجيريا ما سميتوش قبيليه
اوكي، وعندي الخريطه، الناس اللي حطوا الخريطه هذه تاع القبائل شافوا كابيلي انديبوندونت، كابيلي انديبوندونت عم بالهم باللي الخريطه هذه باللي هي فرنسا اللي عطات لهم الانديبوندونس. نعم هذيك الخريطه تاع 1849 لان مازال ما دخلتش فرنسا الى القبائل، مازالها انديبوندونت، دخلوا كاع التريتوار تاع النور ما دخلوش منطقه القبائل، على هذا داروا كابيلي انديبوندونت الخريطه هذيك لان مازال ما دخلتش الى القبائل، وكي دخلت القبائل ولات كاع التريتوار فرونسي عيلي، ومن بعد الصحراء فرونسي للنور فرونسي، بعد قسموه كاع. دونك اليوم ما لازمش نكلخو الناس، ماشي واحد مثلا اللي عنده صدى في فرنسا سافدير عنده الحق، كي تغلط تغلط. راشد منا لماك منا تخاصموا، اول مره كانوا بيناتهم نطيحوا النظام هذا، ومن بعد اليوم راكم فرقعتوا في زوج، ومن بعد اليوم باش تطلع القيمه هادو تاع لي زانديبوندونتيست ولا لي ميليتون هادو تاع لي دروات لوميتو راكم تجيبوا قصص. لا كي نشوف وحده ويجري وما عندوش هادو الالتفافات نسوتنيها انايا، بصح كي نشوف واحد غلط او غلط راك تتبع برك. هذاك اللي سالني مثلا هو يسالني اذا زعما صحراء مغربيه صحراء غربيه ايتو، انايا كيما نقول اذا كان الشعب هذاك الصحراوي اذا كان مغاربه اوكي، علاه المغرب خلات الشعب هذا؟ علاه الى الشعب هذا تاعك يروح ديه اروح ديه فرحه مهني يقول لك، وعلاه الدوله الجزائريه راهي تصرف على الصحراويين؟ الجواب يا فرحه مهني هو ان الناس هذو راهم على الارض الجزائريه هكذا، حوزتهم الدوله تاعهم، دونك كي حوزتهم الدوله تاعهم جاوا الى الاراضي الجزائريه، حنايا درنا المزيه رانا نوكلوا فيهم، راهم تحت العنايه تاعنا. ثانيا انا قلت لك الى هذا الشعب هذا باش نحبسوا ما نخلصوش الشعب هذا سيد، دراهم هذه اللي نصرف على الصحراوي انا نعطيهم للجزائري. الى تشوف نتايا ادي شعبك ادي ولادك، دونك نتايا ما بغيتش تديهم نورمال خليهم في الجزائري. متنو انت راك تجري باللي الصحراء كلها مغربيه، اسكو الناس هذا اللي بوزوني لا كيستيون راحوا مره وشافوا لا كارت جيوغرافيك كيفاه دايره؟ اوكي المغرب اليوم بنات جدار كبير هكذا راح من النور من لا فرونتير هذا بين الصحراء الغربيه والمغرب حتى موريتانيا، بنات جدار كما هذوك تاع فلسطين واسرائيل، بنات جدار بصح خلات ارض بين الجدار هذاك ولا فرونتير الجيريان كبير، مساحه كبيره، لان العقليه تاعها قالت انايا كي نبني الجدار الجيري هذه ما يكونش عندها تفكير باش تروح الى المحيط الاطلسي، لان هذوك المستشارين اغبياء اللي يقولوا هكذا باللي الجيري بغات تحل الممر الى المحيط الاطلسي، سافدير راهم غالطين، بناو سور في وسط الصحراء الغربيه. دونك نتايا الكوتي هذا تاع العيون ستان كوتي ماروكا، والكوتي هذا بين الحدود الجزائريه والسور هذاك تاع شكون؟ تاع الصحراويين. انايا لو كان جيت انا في مكان المغرب هذو ولادي هذو ارضي، نبني السور هذاك في لافرونتيير تاع الجزائر بين الجيري والماروك،
انت تقول لي هذا الارض تاعك، علاه انت تروح حتى وسط الصحراء الغربيه ولا المغربيه تبني الشور ثم؟ هذا لا كيستيون لهذاك اللي سالني، سالني على الصحراء الغربيه ولا المغربيه. انا قلت لك الشعب هذاك الى الشعب تاعك اديه، ولا الارض قاع تاعك انا خليت النص تاعها. انت استعرفت، انت استعرفت باللي الشعب هذا ماشي تاعك، وثانيا اعطيت له ارض مخصصه به. روحوا الى، روحوا الى الخريطه وتشوفوا، تروحوا الى الخريطه تشوفوا باللي بين ال البوردرز، بين الحدود الجزائريه والصحراويه هذيك، حتى الحيط هذاك اللي بناو دونك كاين مساحه او عايشين هذوك الصحراويين. صافي نتايا عطيت لهم لابارسال هذيك، هذيك لابارسال اللي ما عندها والو. دونك وين كاين دراهم؟ كاين دراهم بعد الصور هذاك. شكون هو يدير في بلاصه هذيك تاع بلاصه هذيك وين كاين الفوسفات والغاز والسمك ايتو؟ فرنسا والاسبان وتدي المغرب. دونك المشكله ليست مشكله الشعب ولا مشكله الارض، هي مشكله المواد الاوليه. كي يخلصوا المواد الاوليه ثم يعطيك، يعطيك الارض كتشليقه ما كان فيها والو. شفتو؟ دونك هما في على، في عم في على بالهم هكذا، عم بالهم باللي كي يبنيو السور الجزائر تقول لك هذا البروبليم ما سامانتيريش با، لان بنات المغرب بنات السور انا ما نقدرش ندخل للمحيط الاطلسي، صافي نخلي هذه. هما لا لا، خلونا الشعب هذاك وجهه عندنا. دونك الكوتي هيومانيتير نعاونوهم حدا ما كان. دونك الواحد لازم يخمم. دونك انا نقول لك واحد الحاجه، الناس اللي كيفو ما تعرفش السياسه، اوكي، كاين انت كي تدير السياسه وتديرها بالحنانه هكذا وبالعاطفه ايتو، نخليك، نخليك تخدم سياسه، اوكي. انت تجيبني حركه الازواد هذه، على بالك شحال فيها حركه الازواد؟ اوكي، اليوم عندها 10,000 حركه الازواد كامل اللي بغاو يديو نص تاع مالي، نص تاع نيجر، ونص تاع الجزائر. عندهم 10,000 بنادم، 10,000 بيرسون، ياك هكذا 10,000 بيرسون. انايا كحكومة جزائرية يعني نقولها ديريكت، كاين القذارة في السياسة، كاين القذارة. واش ندير لك؟ نشد 20,000 واحد من وهران نروح نديهم الازواد. دونك انت عندك 10,000 واحد، انا عندي 20,000 واحد نبني لهم ثم نعطي لهم كاع الامكانيات. 20,000 واحد غدوة نحط هذوك، انا 20,000 واحد غدوة من ذاك ندير الفوت، ندير الفوت استقلال الازواد. 20,000 واحد هذه يفوتيو لا للاستقلال، 10,000 واحد هذو كيفوتيو نعم للاستقلال، صافي تروحوا في 60 داهية. هاي لك القذارة في السياسة. دونك الواحد اللي يدير حاجة ما تعرفوش واش كاين في النيميرو في الفوت. قانون الدولي يقولهم 20,000 واحد ضد 10,000 واحد، الدوسي هذا مغلوق. صافي كاع واش نبحت نتايا في 10 سنين يروح لابوبال. دونك الا ما تعرفوش ديروا كاع هكذا ما تقدروش ديروا سياسه، ما تقدروش. نوليو للمزاب داروا نفس الشيء في المزاب، نوليو للشاويه ديروا. ومن بعد هذوك انا جبت لك البلاد تما تتخاصموا، علاه؟ كي داو الناس الى بني مزاب عطاو لهم كاع ديور، عطاو لهم المساحات الارضيه تو، ومن بعد كرياو ان بروبليم، هادو عايشين في الفقر وبغاو الانفصال، وجابوا ناس جدد حطوهم تما وعطاو لهم كاع الامتيازات. علاه؟ كاين شي ناس بغاو يسكتوا لا ريجيون هذيك. دونك نتايا غلط، راح لك كلش. لو كان بغيت فريمون انتيليجون، هذوك ال 20,000 واحد اللي جابوا الغردايه انت اللي تجري عليهم يعطيو لك. ما كاش هذه استقلال وانفصال وتمسخير هذا تاع فرحة مهني، لان راكم تلاقاو في فرنسا
في القهوه دونك لو كان فريمون تستعملوا الذكاء تاعكم تهنيو الشعب تاعكم هذوك اللي ماتوا في غردايا ما يموتوش، ما تروحوش ديروا اتصالات مع مخابرات معينه بغاو يدخلوا لكم سلاح لتما، ما تعرفوش ديروا سياسه ترفدوا سلاح تموتوا. انا ما كان اليوم اللي تخموا باللي ترفدوا سلاح ودرتوا دي كونتاكت مع مخابرات اجنبيه ثم اللي المشروع تاعكم راح للماء. دونك بزاف لي زاماتور راكم تتعلموا، راكم تتعلموا في السياسه اوكي مليح. واحد يخربط يخربط ديسيني 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 حتى وين يخرج لك ان بورتر شباب تتعلم. بصح انتم خربتوا لكم ديتو لا ريجون اونوتاج القرايه تاعهم المورال تاعهم اوكي. الواحد اخويا بغيت تجيب ان بروجي خلي الناس تقرا خلي تتعلم خلي تافونسي تو، ما تقولهمش مثلا انايا سي بو هذا ما نقولش انايا باسكو نبدا نخرط دي فوا اوكي. جبتو راكم تجريو ضد رشاد الناس كاع هذو الناس تاع الصح راهم يجريو ضد رشاد، ومن بعد تلقاه هكذا او يخدم نفس المشروع تاع رشاد اسكو لان المشروع هذا تاع رشاد عنده صفه اسلاميه ولا عنده صفه لائكيه ولا علمانيه ولا الى عندك انت نفس الاوبجيكتيف باش تكسرني البلاد. دوك راكم كاع في نفس الطبسين، انا ما على باليش واش تجيبني نتايا الى البروجي تاعك ما يمشيش مع الشعب الجزائري صافي دير كيف راكم كاع. ما تجيبنيش ديمقراطيه وتقول لي حنايا الفيمينيزم نو ما تلعبهاليش بلي سونتيمون اوكي، ما تلعبهاليش بالعاطفه لان بالعاطفه تغلبني انا نكون حنين عليك تو. بصح راه نهضروا سياسه اوكي امن قومي خرب بغيت نتايا انا ما نديش كيما رشاد نروح مع الماك معليش مامسي ما نختلفش معاك ايا نهدموا السيستم ومن بعد نحشيها لك ما نديرش هكذا. انتوما الامانه لا الامانه الماك جي بي كا لو بي كا كاع هذوك الالفابي عندكم مشروع واحد بصح البروبلم الشعب ديتوه ما بغاش يفهم الشعب هذا، وانا ما رانيش نهضر باسم الشعب راني نهضر باسمي انايا في المنطقه هذيك تاع القبائل ما فوض حتى واحد يهضر باسمي، وهذاك الشاوي ما فوضش هذاك الانسان تاع فرنسا وهذاك تاع المنزابي ما على باليش الا فوض هذيك لافوكا سميتو ايوه. تهلاو في رواحتكم.